دعا رئيس الجمهورية الصحراوية إبراهيم غالي دعا الاتحاد الأوروبي لتطبيق الفوري والصارم لقرار محكمة العدل الأوروبية، محذرا من أي مسعى للتحايل والالتفاف قصد عقد اتفاق بين المملكة المغربية والاتحاد يهدد الوحدة الترابية لبلاده. ودعا غالي خلال كلمته في افتتاح أشغال الندوة الدولية السادسة حول حق الشعوب في المقاومة بالجزائر، دعا الاتحاد الأوروبي لتحمل كامل مسؤوليته لتصفية القارة الإفريقية من الاستعمار. النتيجة ستكون لصالح الشعب الصحراوي، لصالح قضيته العادلة، لصالح حريته واستقلاله واستغلاله لثرواته. معركة دروس صحيح، هناك إرادة قوية لدى المفوضية الأوروبية من أجل التحايل على حكم المحكمة الأوروبية. الطرف الصحراوي عبر عن استعداده، والطرف الآخر لا زال يتحايل، لا زال يماطل، لا زال يعرقل، ونأمل من مجهودات المبعوث الشخصي بدعم من مجلس الأمن أن يعيدوا النظام المغربي إلى جادة الصواب.